لي لا دقوا عليا ولا قالوا لي ولا بعثوا لي ولا عملوا تليفون ولا حتى شيء. معناتها انسان يتخطف محامي في الليل في الظلام كيما العصابه كيما راه في الافلام تاع العصابه المافيا ماهوش تصرف دوله. سامحني عمره ما كانت دوله تصرف بالطريقه هذه. وتضح انه هذه مش عم في مع محمد بركه يعني في مع برشا وهذا شيء يؤسف وشيء يؤلم برشا يؤلم على الاخر. البوليسيه كل مره كيفاه الاقل مره يكون فيها ثلاثه والى حد الان والاخر جمعه اكثر مره 16 واحد من ثلاثه 16 بوليس في بيت كما هكايا. معناتها واحد كي نحكي انا وراجلي معي 16 بوليس شايل بحذا محمد وشايف الوسط وشايف حذايا انا يقيموه من النوم كيف يفلكسوا في البيت يعني يلقاو سبب بالعاني باش يقلقوا كما شرى ذاك ما يلزمش يرقد النوم يلزمش يرقد ما تحكي في الناس لازم هو يرقد هو يبدا في قطعه النوم هما يجوا يدخلوا باف 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 فركس فركس ويخليوا هكاك اجيتي وحوايج مقلبه ودنيا محلوبه وكل الرعب اللي يعملوه ويخرجوا. الماكله هذيك ممنوعه هذه ممنوعه هذه ممنوعه اللبس هذه ممنوعه هذه ممنوعه تسمع كلمه ممنوع وجايبينه من الكيف التونس ويديه هكاك ومكبوب على وجهه في وسط كرهبه.